لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مع اقتراب قدوم عيد الأضحى يهتم المسلمون بشراء الأضحية لذبحها يوم عيد الأضحى، ولكن الكثير لا يعلم المعايير الصحيحة والشرعية التي يجرى على أساسها اختيار الأضحية السليمة والتفرقة بين الجيد والسيء. ويجب أن تتوافر عدة شروط في الأضحية تتعلق بنوعها. أولها أن تكون الأضحية في العيد من الأنعام مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصح التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور. أما عمر الأضحية، يجب أن تبلغ الأضحية السن الذي حددته الشريعة الإسلامية، وهو في الإبل يشترط أن تكمل 5 سنوات فصاعداً، وفي الأبقار يشترط أن تكمل 2 سنين فصاعداً، وفي الماعز فيجب أن تكمل 1 سنة وتدخل في الثانية. ويجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من أي أمراض أو عيوب في اللحم والشحم. ومن العيوب التي لا يجب أن تتوفر في أضحية عيد الأضحى العور البين والعرج البين والمرض البين والهزالة المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، وأن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح أضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الإذن منه، ولا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم الأضحية بها في الوقت المحدد في الشرع. ومن آداب ذبح الأضحية استقبال القبلة بالأضحية حين ذبحها بآلة حادة تمر على مكان الذبح بسرعة وبقوة. ويبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق لعيد الأضحى، وتذبح في النهار فقط، مع العلم أن الأضحية إذا ذبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعد بحكم الأضحية. من مصر، محمد الجباس.